سعداء باستقبال نائب الشعب سي بشر الشابي. اهلا وسهلا بك سي بشر. سيد النائب اهلا وسهلا. سيد النائب نعاود نذكركم انه معنا سيد النائب سي بشر الشابي اليوم باش يكون حديثنا معه. نعاودوا نتصلوا به اليوم خلينا ناخذوا معه باكثر التفاصيل. نعاود نذكروا الخبر الغير مؤكد اللي حكينا عليه نطق عضو تنسيقيه الكامور اثنين سي خليفه. شنو بالضبط سي محمد خليفه؟ قلنا امكانيه توفيه شيخ بعد اختناق بالغاز، هذه الاخبار اللي قاعدين نستناو باش يتاكد ولا باش يتنفي، واحنا نتمنوا انه الاخبار هذيا ما يكونش اخبار صحيح، وماذا بينا كان توفى الاحداث بالعنف اللي صار هذا فقط، ما تزيدش تطور الاحداث اكثر، يزي 11 موقوف 70 مصاب وامكانيه حاله وفاه. نعاود نقولوا نستناو شكون يدخل معنا ينفينا ولا ياكد لنا الاخبار هذيا. مازلنا في تغطية الأهم ما صار في أحداث الكامور اليوم. ضيوفنا اللي كانوا واللي باش يكونوا معنا كاتب الاتحاد الجهوي لشغل بشير سعيد، نائب محمد خليفي عن جهة تطاوين. كيف حكينا مع خليفة بو حواس بحويش عضو تنسيقية الكامور اثنين. سي بشر سيد النائب أهلا وسهلا. نشكرك على تدخلك معنا. كنت في متابعة وأنت أستاذ زاد يهمنا برشا، كنت في متابعة لأحداث البارح اللي عاشت عليها تطاوين والكامور، هل هو نتيجة لصمت الطويل اللي صار على أبناء الكامور والتطاوين 3 سنين والتوا في الانتظارات؟ هل هو الحل الأمني التجأت له الحكومة وإلا صار انسيدون وكهو حادثه وتطورت اليوم ولتكر وفر واستعمل غاز مسيل للدموع؟ والله ما تصورش كانت تكون حادثه عاديه، هي هذه معناها باش توصل 20 ساعه من الكر والفر والتعزيزات كبيره ياسر معناها في الكامور واعتداءات كبيره صارت على الكامور، ما تصورش تكون حادثه عرضيه. انا نتصور هذه مخططين لها ومتحضرين لها، ما نعرفش الحكومه عندها علم ولا ما عندهاش التدخل هذا، لانه التدخل الامني مرفوض، معناها مرفوض كليا. انا ما نتصورش الحل الامني على الحدود التونسيه اللي فيها باش يجيب لنا حل، بالعكس انا نتصور اللي فيها عمليه اختراعيه اللي صارت خاصه في الحدود، اعتداءات كبيره، ثم يمكن اختراقات، مشكلة بالاتحاد وهذه الكامور، معناها الوضعية هذه يلزمها تدخل عاجل وسريع من الحكومة، يلزم مجلس إداري في الغرب يسير باش تحل المشكلة هذه في أقرب الأجل. اللي يخطر سي بشر أستاذ، رئيس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة في أستاذ الحادثة اللي صارت. سيد النائب تسمح لي، أخطر كانت تقول لي عملية مخططة وما نعرفش اسكو الحكومة في بالها وإلا لا، نحكيو على وزارة الداخلية ونحكيو على أمر، شنو فما حكومة وفما حكومة أخرى تنجم تتخطط لمثل هذه العمليات في تونس؟ لأنه وزير الداخلية باش نعيطوا له وسالوه، نحن نشوفوا شنو الوضعية هذيا كيفاش صارت، لأنه كي تحكي مع حكومة اللي فيها عبو وفيها غازي الشواشي وفيها عياش الأمامي وفيها العديد من الأطراف الحقوقيين اللي ما تسمحش بالشيء هذا، ومن بعد نشوفوا صار في وقتهم، هذه معناها خطير، هذه سابقة خطيرة ياسر، هذا ما صارش راهو من الثورة لتوا ما صارش، معناها هذا بداية ثورة مضادة نتحس. بداية ثورة مضادة. يعني احنا معالجات سبيل اعتصامات او اعتصامات في قفصة صارت أكثر من هكا، وما كانش تدخل أملي، تدخل أملي ماهوش حل راهو. يزيد يعكر الامور. هي ما في بلاغه وزاره الداخليه قالت لك اليوم عندي محل تفتيش مواطن تونسي، محل تفتيش حبيت نمشي يتم جلبه، لكن تم التصدي لي، تصاعدت امور تدريجيا لنلقى روحي في استعمالي للغاز المسيل للدموع. مفتشين عليهم مجرمين وقالت لنا ارواحهم ما عملوش الشيء هذايا وقاعدين وعايشين وفحوهم. عايشين وما مشاو لهمش بالتدخل الامني. التهريب ما مشاولوش ويعرفوا اللي ثم التهريب، جات هذا مفتش عنه يخليه، اذا ثم صد وشافوا اللي كثير كارثه يخليه وتجيبوه في وقته. هذا لانه هذا خطير ياسر، مفتش عنه على الامن العام باش يعملوا بالتعزيزات بالالاف بوليسيه ويمشوا يعملوا الحاله هذه، تصور مش معقول الشيء هذا. تصور معناه البلاغ ساعات ربع عذر اقبح من ذنب، انت على مفتش شوف الله اعلم ايش صارت من اعتداءات ومن اضرار على مواطنين وبلاد كاملة، معناها شنو هي هذاك البلاد هذيا شنو يحبوا يردوهم هم تابعين ليبيا ولا يحبوا يخليهم في تونس؟ تونس راه مشدين، وهذه معناها
ما تدخلش في اطار التنميه هذه في تكسير التنميه هذه التنميه الجهويه وهذه التمييز بين الجهات نستناو فيه تحمل المسؤوليه وزير الداخليه راهو المفروض نحن نوعيهم ونمشيو ونتحاوروا معاهم وصار وجربوها قبل وما لقاوش الحل الامني وهذه حتى كلقيت انا مثلا اللي راهو ثم صد من جماعه نرجع انا الدوله انا اللي نتحمل مسؤوليتي مش نبقى 20 سنه في 20 ساعه في كر وفر معناها ما تصيرش حتى ما يمكن مع بلد عدو ما تصيرش 20 ساعه كر وفر شكون يتحمل شكون يتحمل المسؤوليه سيد النائب شكون يتحمل المسؤوليه سيد النائب اللي يتحمل مسؤوليه وزير الداخليه اولا والحكومه ثانيا وزير في تطبيقه للقانون سامحني سي بشر يتحمل مسؤوليته اذا ما يوقفش التصرفات هذيا باش تحمل مسؤوليته استاذ خلينا نحكي مع الاستاذ القانون وانت استاذ قانون يتحمل مسؤوليته وزير الداخليه في تطبيقه للقانون جاته بطاقه تفتيش جاي عمليه الايقاف يقول لك انا شنو دخلي كان ما نفذش يقولوا لي هاك ماكش قاعده تنفذ وكي نفذ يقولوا لي تتحمل مسؤوليتك يا اخي وزير الداخليه بطاقه تفتيش كلهم ترى نشوفوا مصلحه النشر نحن كذا عندنا بطاقه تفتيش تو نلقاو على الاقل 200,000 بطاقه تفتيش كي تصير من على ذي بطاقه تفتيش تاع الكامور ما نجمش اللوم لتنفيذه للقانون يقول لك ما نجمش اللوم كي بطاقه تفتيش تطبق عمو انت زاد بطاقه تفتيش كيفاش تطبقها عندك قواعد تطبقها فيها واحترموا القواعد احترموا القواعد هم شو يقول لك القواعد كيفاك كيفاش تبقوا القواعد؟ هم شو نقول لك بعملية التدرج اللي مشاو لها قبل ما يتم الاستعمال نتاع المفرط للغاز المسيل للدموع هذه حسب البيان نتاعهم راهو. شوف البيان البيان والواقع انا نشوفه شيخ. صار بعيد. التدرج اللي عملوه معناها الاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع وقت اللي نجي ونحن الدولة وقت اللي تجي تلقى. فهمت؟ وقت اللي تجي تلقى أنت مجموعة كبيرة من الناس حامية واحد ما تدخلش بالناس هذوكم الكل وتعتدي عليهم بس تطبق بطاقة تفتيش ما هو زاد الدولة ثم ريزون ديتا ثم الدولة عندها ساعات تحس روحها باش تعمل حاجة اللي ما تجيش في وقتها يلزم تتراجع عليها ثم ناس زاد أطراف يمكن خارجية تحاول باش تعكر العلاقة بين الحكومة وبين الشعب أنا نحط في البال رأي الدولة تحط في بالها كل شيء أنت عندك زيارة رئيس الجمهورية لفرنسا تو عندك امور هسه في البلاد اقتصاديين واجتماعي عندك لازم تحرك لك التحركات هذيك من ولايه لولايه هذايا الكل من بعد شكون نقولوا لا والله مشينا نعمل بطاقه تفتيش يا اخي الدنيا شالت في تونس كل في الجمهوريه اليوم لازمنا نخافوا مع الاوضاع العمل هذوما موجودين نواه في كل ولايه هيك كثير مسانده من الولايات الاخرين شنو وين العقل المدبر وين العقل اللي يخمم في الدوله ويخمم في البلاد ويخمم في 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 في, في الاستقرار سي خليفه فما اليوم هذوما ناس عندهم الحق فما شكون في تونس فما شكون في تونس يسحب كل مشروع هذوما ناس عملوا اتفاقات مع الحكومه الاولى والحكومه الثانيه جات الحكومه الثالثه هذوما تهاما طالبي حق سي بشر علاش نخليهم نحن ما نتحاوروش معاهم ما نحكيوش معاهم خلينا نفهم نقطة فما شكون يستغل في الظرف اليوم باش يحرك الامور يستغل الظرف اللي في ليبيا يستغل الوضع الاجتماعي والاحتقان الاجتماعي والاقتصادي فما شكون اليوم حاب يستغل ويدخلنا في هالمنعرج والنفق المظلم هذايا؟ انا نتصور هذايا معناها ما حاجه ثابته بالدليل كي تشوف انت الدعوات للضربات العامه وتشوف التدخلات اللي دخلوا هذا ما شبه ثابت واضح نتصور انا اللي حطوا الحكومه في البياج هذه والمفروض الحكومه كي تبدا عندها ناس تخمم وناس ساعات ما تحطوش ما تمش كل اللي يخمم في الحكومه ما نصورش على اللي صار هذا باش تكون تبعات خطيره برشا في بالك سي بشر كي تقول لي هكا راكم موجودين في الحكومه كحركه راكم ولا دونك هذه مش كم حاضرين روحكم موجودين في الحكومه باش نتحملوا مسؤوليات نحن موجودين في الحكومه وما نرضاوش الحكومه تضرب شعبنا وتعمل كيكه في الشعب ما نرضاوش واضح سي بشر ما نرضاوش 20 ساعة من كر وفر رجال كبار
ممكن فيهم اللي تكسروا فيهم اللي تعتدي عليه شكون هذوما جرمه اخبار قبل ما نختم معك هذوما هذوما طيله حياتهم ومظاهراتهم ومسيراتهم سلميه وديما يدعيوا للسلم غير مؤكد الاخبار غير مؤكد سي خليفه بوحويش عضو تنسيقيه الكامورثيين دخل معنا قبلك انت بخمسه دقائق في خبر غير مؤكد قال يمكن عنا يمكن عنا حاله وفاه لرجل السبعيني اختناقا بالغاز المسيل للدموع غير مؤكد ديما نحط الكلمه هذه شكون شكون في رجال وحياته وسكون نصير سبب على واحد منفتش عنه وندخل نقتل واحد سي بشر الشيبي عضو مجلس نواب الشعب الحقيقة نشكرك على تدخلك معنا التصريح كامل تلقاوه شوي أخر على الباج أوفيسيال فيسبوك أهم ما صرح به في ريال أنه اليوم فما أطراف تسعى لبث البلبلة بصفة عام هذا اللي هم صرح به اليوم سي بشر الشيبي مكملين معاكم حتى للعشرة متاع الصباح ذكركم في ستة دقائق خلينا الفلاش انفو للتسعة ونص بعد العجلة دور العجلة اللي تربح المية دينار كاش ما تبعدوش أنا راجعين أبدأ نهارك مرتاح واسمع نجمة صباح